أهلا وسهلا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهم شيء هو النفض، بغض النظر عما تظنه وتعتقده بأن هناك أشياء يجب أن تتعامل معها هذه الأيام، هناك فرصة تريد أن تقتنصها، هناك هدف مادي، هناك شيء ما مادة تتعلمها معينة ليست هي المهمة. المهم أن أنت كنت مدمنا هو أن تتعافى، هذا هو المهم، لأن عليه يترتب كل شيء، كل نجاح من بعده، كل سعادة، كل صحة، كل عبادة، كل إنجاز، كل إنتاج، كل علاقة، كل صحة، كل طاقة، كل ريادة، وقت، نشاط، حماس، دوافع، كلها تأتي بترك العادة، كلها تأتي بالتعافي من الإباحية. افهمني يا ولد الحجية، افهمني و الموضوع هو أن لأن التعافي بالنسبة للمدمن صعب، فأنا أقول لك هذا الكلام لأن كثير من المرات أنت تتهاون في الموضوع وتقع وتنتكس، كثير من المرات تلتهي بأمر آخر ثم بضربة، بصفعة، في ليلة ما فيها ضوء قمر تنتكس. مجرد ما أن أنت يعني يكون عندك وقت فراغ تتعرض لمثير تنتكس، نفس الطقوس، نفس نمط الحياة، نفس نمط التفكير، نفس كل شيء، لم تغير أي شيء. كيف أي شيء يصير، كيف يكون هناك تحول وأنت ترجع مثل الأول؟ بما أننا قلنا هذا الكلام، طبعا أقصد بهذا الكلام هو أن أنت نعم تكون لديك أهداف، نعم يكون هناك سعي، نعم يجب، مهم جدا حتى تتعافى يجب أن تنشغل بشيء مفيد، شيء حتى لو شيء كنت ستنتكس، يعني عرفت أنك أنت قريبا ستنتكس، فحتى لو التهيت بشيء غير مفيد إلى أن تذهب لإثارة، بشكل عام يجب أن هناك شيء يستهلك طاقتك بالحق. فنعم هذا شيء صحيح، وبعض يعني يقول كيف نوفق بين أن احنا نركز على التعافي الإباحية وبين تكون هناك لنا أهداف وعادات إيجابية. أنا أقصد أن قدم التعافي على كل شيء، أي هدف سيأخذك أو سيضعك في خانة المخاطرة بالتعافي فترك. يعني مثلا يعني أنت وجدت مثلا أنك أنت حينما تزيد عبادات فأنك أنت تبتعد عن التعافي، لكن في هذه الأيام أنت مشغول، عندك هدف معين تعمل إليه فأنت مقلل العبادات. لا، اترك الهدف هذا، كثر عبادات، لأن هذا ترأيت أثره على التعافي. مثلا ترأيت أنه عمل تمارين معينة بشكل يومي، تذكيرات معينة تعطيك تعافي، لكن أنت وضعت هدف ثاني وانشغلت به وتقول خلاص تعافي، احنا خلصنا منه، أنا تعافيت، أنا أريد أني أعمل على الهدف هذا، حماسي يقول وأنا حماسي على الهدف هذا سيبعدني عن الإباحية. هو كلام فاضي. إن أنت كنت تعرف أن التمارين هذه ستبعدك عن الإباحية، استمر عليها، سيكون هناك وقت بعد التمارين لكي تعمل على هدفك. لا تضحك نفسك بأن يا هذا يا هذا، خذ الاثنين معا، يعني خذ التركيز على الإباحية، خذ العمل على أهداف إيجابية. ما المانع أن يكونان الاثنين معا، لكن الطقوس التي تبعدك عن الإباحية قدمها على كل شيء، الفرص التي تقودك إلى الانتكاس، أبواب التي تقودك إلى الانتكاس اجعلها أولوية فوق كل شيء.
يعني لو كان عندك هدف لكن يتطلب منك ان انت يكون الهاتف معك وانت نائم مثلا، لا يهم هذا الهدف، يهم تعافيك. نعم، ان لم تكن واضحة هذه النقطة اسألوني بتفاصيلها، انا ودي ان اشرحها بطريقة لكن احتاج اني ابلوها اكثر. عموما هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، كثير يعني كيف اضع لكم اياها، اريد اتكلم عن مواجهة المشاعر. كثير من المرات نحن ننتكس بسبب تضايقنا من مشاعر معينة. دعني اقول لكم على شيء. بسم الله. بسم الله والله خير. في بعد وفاة الوالدة رحمة الله عليها يعني بكم يوم، وزاد عندي التوتر بشكل كبير، هناك حزن هناك توتر هناك كذا، وأتتني نداءات الرجوع إلى الانتكاس إلى الإباحية. تقول لك إذا تريد أن تنسى مارس الإباحية. نعم، هل تقول أنت إلى الآن محمد تأتيك نداءات؟ نعم تأتيني نداءات. هل المدمن لا ينتهي، لا يتعافى بشكل مطلق، يعني بحيث أنه يكون يرجع كما كان قبل الإدمان؟ المدمن مدمن متعافي، يصير مدمن متعافي، يعني نعم يعود عقله أفضل مما كان أصلا، يعود عقله أفضل مما كان، تعود شخصيته أفضل مما كان، يبتعد عن يعني أقصد لا ينتكس. نعم صحيح، لكن آثار الإدمان تكون موجودة فيه، قد تكون قليلة قد تكون بسيطة قد تكون غير مسيطرة عليه، لكنها موجودة مثل الأمراض المزمنة. هناك سيطرة على نفسك، سيطرة على حياتك، تبتعد عن الإدمان، قد تنساه، قد لا تنتكس لسنوات، قد لا تنتكس لأبد، الله أعلم. لكن هناك مسارات لم تختفي لكنها مدفونة، ممكن أي جدحة نار تشغلها. لذلك تجدنا بعض الأشخاص يقطع السجائر ربما 4 سنوات 6 سنوات ثم ذلك سجارة واحدة تعيده. هناك من يتعافى ربما سنوات ثم ينتكس، تلقى بداوق مثل كثيرين من النوفابرز، مثل جولد جاكيت لوك بعد 5 سنوات انتكس. هناك نداءات أتتني، نعم بسبب ضغط المشاعر، لكن نعم صحيح هناك نسيان للألم النفسي، هناك خفض التوتر مع الإباحية مع كذا، لكن لفترة بسيطة ثم بعد ذلك تعود المشاعر السيئة أسوأ حتى مما كانت، تتضاعف المشاعر السلبية، تكون في جحيم نفسي. أنا عرفت هذا الشيء، عرفت بأن التعافي يجب، التعافي حتمي، أن الانتكاس نعم قد يبدد المشاعر للحظات، لكن ثم ماذا؟ ثم ستعود المشاعر أسوأ مما كانت، وهذا ما يبغي أن أنت تتذكره. وأنا هنا أريد أن أتحدث عن نقطة، وهي أن التعافي مستويات ومراحل. هناك تعافي مستويات ومراحل، يعني بسم الله، لأن الناس كثير من الأشخاص يختلط عليهم موضوع الانتكاس، وأن لماذا لا زال ينتكس رغم أنه يفعل ما عليه، رغم أنه يحاول قدر الإمكان الابتعاد.
انا اقسمها لان هناك يعني مراحل ومستويات. هناك تعافي عام وهناك تعافي خاص. مثلا شخص ترك او نعم تركها مدة 7 أيام ثم انتكس. انتكس ربما 3 أيام ثم بعد ذلك ترك. تركه بعد الانتكاس كانت هناك آثار عليه، آثار سلبية ثم بعد ذلك آثار سحابية، مع هناك نداءات للرجوع، هناك مقاومة، هناك قتال، هناك جحيم لكي يخرج مما هو فيه. استطاع أنه يتركها، استطاع أن لا يستجيب ل أنت والله الحمام ترى يايكم بعد شوي يايكم أدون أنهم يسقط. وهناك هناك يعني فهو الآن استطاع أنه يخرج من انتكاسه بقدرة قادر بعد يعني قتال شديد وبعد دخوله في جحيم مريع، استطاع أنه يخرج من هذا انتكاسه واستطاع أنه يتعافى من الآثار السلبية ومن آثار انسحابية وما ذلك. هذا تعافي خاص، تعافى الآن تعافي خاص. ثم بعد فترة معينة يعني أحس يعني انتكس، لكن يعني بعد مثلا 10 أيام انتكس أو بعد أسبوع انتكس، وفي السابق كان كل يوم يعني ينتكس، لكن في تحسن يعني إنه أصبح كل 7 أيام ينتكس 3 أيام مثلا يعني. فبعد ثم بعد ذلك يتعافى نفس الطريقة، جحيم يخرج منه مش عارف إيش، هذا تعافي ثاني خاص. هذا التعافي الخاص. هناك تعافي عام، يعني وفي هذه السنة هو تقريبا من كل 10 أيام ينتكس 3 أيام يتعافى 7 أيام، فتقريبا يعني انتكاسته 30% في هذه السنة فقط. السنة التي قبلها انتكاسته ربما 100%، ربما 70%. طبعا يعني الريوايمنج او عادة التوصيل لا تكون يعني مباشرة 30%، اغلب المدمنين يكون يعني يحتاج لفترات طويلة، وتحسن بطيء جدا. هو ليس بطيء لكن هو يراه بطيء، يعني 7 أيام يعني مثلا يوم كان في السابق ينتكس كل يوم، اصبح يومين ينتكس يوم لا، يومين او 3 أيام ينتكس يوم لا، بعدين 3 أيام ينتكس يومين لا، بعدين 3 أيام ينتكس 3 أيام لا. ربما يعني تبقى هذه فترات طويلة. فأنا أقول لك أن هناك تعافي عام، اهدأ هناك تعافي عام. فالتوصيلات العصبية عرفت أو يعني بدأت تتعود على أنه ليس انتكاس كل يوم، ليس انتكاس يوم وترك، لكن انتكاس مثلا كل أسبوع 3 أيام. خف الإدمان بشكل كبير بنسبة 70%. هذا التعافي العام مع وجود انتكاسات، مع وجود انتكاسات. لكن إن أنت أنصفت نفسك ستجد أنك صحتك أصبحت أفضل، تعاملك مع الناس أصبح أفضل، كثير من الأشياء بحياتك صارت أفضل، أنت أصبحت أفضل وما إلى ذلك. كمان على من ناحية أخرى هناك تعافي جسدي وهناك تعافي نفسي. تعافي جسدي أول شيء التعافي من ممارسة ومن انتكاسة لا يأخذ كثيرا، قد لا يأخذ، قد يأخذ 3 أيام، أسبوع، أسبوعين، قد لا يأخذ كثيرا. هناك تعافي نفسي، تعافي نفسي وهو تعلقك بالإباحية ومواجهتك لحياتك بعد مواجهة لحياتك، رغبتك في الرجوع، دخولك في دوامة انتكاس، مقاومة، ما إلى ذلك، عقلك يريد أن يدفعك للإباحية، ما إلى ذلك. فهذا التعافي النفسي مستوى، التعافي الجسدي مستوى. كمان التعافي الجسدي أيضا عام وخاص، التعافي النفسي عام وخاص.
يعني التعافي الجسدي هناك يعني اللي هو التعافي من الانتكاسة هذه، قد يكون 3 أيام أسبوعين شهر. هناك الأضرار التي جرها الإدمان، يعني سنوات من الإدمان، قد يعني سنوات من توتر الجسد وعدم انتظامه وخروجه عن توازنه، والهرمونات والكيميائيات وعدم الحركة والأكل السيء وعدم استيعابك وعدم كذا وتوترك وأعصابك وعدم نومك وما إلى ذلك، كل هذه أثرت أثرت على صحتك بشكل كبير جدا، بشكل عظيم. هناك كثيرين دخلوا في أمراض عويصة، وبعضهم كتب تعليقات، بعضهم أرسل لي، بعضهم نوفاظ زجانب. هناك من دخل في مشاكل جسدية خطيرة، هذه نتيجة تراكمات ليست مباشرة من الانتكاسة أو من الإباحية أو من ذلك. يعني واحد يقول لك أنا قمت بممارسة العادة الإباحية وانتهى الموضوع، لم يحدث شيء، ليس هذا الموضوع. أنا أقصد على تراكمات المدمن التي تكون عند المدمن الجسدية، هذه قد تحتاج يعني أنت قاعد تضرب جسدك لمدة 10 سنوات. أود أقول ليس المقصد بأنك أنت أمنيت هذا هو ما يضر جسدك 10 سنوات، المقصد الأمور الغير مباشرة التي جرتها إليك، جرها إليك الإدمان، عدم نومك بشكل سليم، عدم تناولك للطعام. سبحان الله المدمن لا يتناول الطعام بشكل سليم، لأنه يكون الدوبامين ينزل عنده، فيريد أن يأكل أي شيء حتى يعني يعوض الدوبامين، يريد أن يأكل سكريات، يريد أن يأكل جنك فود كذا، بس يريد أن يعوض الدوبامين، يريد أن يفرفش. أو قد يكون دوافعه بسبب انخفاض الدوبامين دوافعه للحياة، أمله من الحياة، دوافعه للحياة، ثقته بنفسه، كسله، هبط عنده الطاقة فأصبح يأكل أي شيء. كثيرة هي الأمور، كسله، فقدها لأعصابه بشكل سريع بسبب أنه تحت تأثير الإدمان، كل هذه أثرت على نفسه، عدم حركته، عدم خروجه من المنزل، كل هذه أثرت على صحته. فهذه الأمور أنا لا أقصد أن هنا التأثير على الصحة بسبب الإمناء، نعم هذا الشيء إن كان إدمانيا سيؤثر بشكل كبير، ليس بسبب أن المني خرج، لا، يعني قد هذا نعم، هذا طبعا الشيء إن كان إدمانيا طبعا خطير، لكن أقصد هناك الطقوس التي تمارس فيها طقوس مضرة، ضغطك على عضوك، يعني رفعك لضغط دمك، كثير من الأمور هذه، زين خروج الطاقة من جسدك، كثير من الأمور هذه. أنا أقصد أن التعافي الجسدي قد يكون خاص قصير المدى، اللي هو من الانتكاسة وما إلى ذلك، وتبدأ تصحصح بعد كم يوم وتبدأ ترد نشاطك وكذا بعد كم يوم. هناك تعافي على مدى بعيد، اللي هو الفيتامينات التي فقدتها، الكسل الذي كنت فيه، عدم الحركة، وخروج جسدك عن انتظامه الفعلي. هذا يحتاج إلى وقت، الله أعلم كم سنة، 2 سنين، على حسب أنت ونشاطك، أنت وهمتك. هل رجعت تأكل بشكل صحي وتتحرك وتتأمل وتتعبد وتتوب وكذا، وهل أعدت توازنك وانتظمت وانضبطت في عادة توازنك الجسدي؟ فهناك حتى أنه المستوى النفسي هناك تعافي قصير المدى، تعافي خاص، تعافي عام، مع السنوات تبدأ، لأن حياتك تتحسن، علاقاتك تتحسن، ثقتك بنفسك تزيد، عاداتك الإيجابية تزيد، يكون هناك انعكاس نفسي عليها. يعني هذه تشوفوا أمور تضرب التعافي من جهات غير مباشرة، وهي كما أقول تعافي عام، هناك خاص. هناك من ناحية أخرى تعافي إيزي مود، وهناك تعافي هارد مود. الإيزي مود هو الشخص الذي يمارس الجنس أثناء فترة التعافي، هارد مود هو الشخص الذي لا يمارس الجنس أثناء فترة التعافي. طبعا أغلب النوفابرز يؤيدون أن الهارد مود. هناك طبعا الأشخاص مثلا غير المسلمين قد يترك العادة السرية ويذهب يمارس الجنس والزنا، هذا يسمى تعافي على الهارد، على الإيزي مود. هناك على هارد مود لا، هو يترك الحرام، يترك حتى كان غير مسلم، يترك الزنا ويترك الإباحية،
يصبح على الهارد مود سيلبسي وضعية الحصور لمدة 3 أشهر مثلا، يضع له تحدي مثل هكذا. هناك حتى متزوجون أو أنه من الأفضل أن في أول 3 أشهر متعافي بالإباحية، أنه هو طبعا نحن لا نستطيع، هذه نقطة مهمة يجب أن نحن نذكرها، الخبراء أو النوفابرز نذكرها، شخص متزوج لا تقولون يا جماعة أنه متزوج لا تمارس الجنس مع زوجتك 3 أشهر، لأن لها حق عليك، لها حق عليك، لا يجوز. لكن قلل الجنس، قلل الجنس بحيث أنك تعطيها حقها، وبنفس الوقت لا يعني يكون هذا التخدير وفاب وبي ام او بنوعيه ثانيه يعني. فنعم هناك تعافي مع صدمات، هناك تعافي من غير صدمات، وهذا الذي جره الينا الموضوع. هناك شخص اموره تسير على ما يرام، فمتى اتت صدمه انتكس، فتعافيه كان تعافي على غير الصدمات، لكن تعافي على الصدمات هذا مستوى آخر. عندما تأتيه صدمة لا ينتكس هذا مستوى آخر، وهذا الذي يعني مثلا الفترة الماضية كنت أحتاج إلى أني أقوي تعافيه على مستوى الصدمات القوية، مثلا وفاة الوالدة مثلا كذا، مثلا خسارة كبيرة مثلا خسرت كل أموالك مثلا أو خسرت أو كذا أيا كان مات أعز الناس إليك مثلا. فهنا تكون تعافي على الصدمات، تعافي، وهذا هنا أصعب من هذا. بعض الأشخاص يقول أنا كنت أمسي من أفضل ما يكون، وبعد ذلك انتكست، لماذا انتكست؟ قد يكون تعافيك بسبب أن أنت كنت لم تكن هناك صدمة، تأتك صدمة فانتكست. ينبغي أن تكون الآن تطور تعافي حتى مع الصدمات. طبعا كيف تتعامل مع ذلك، كيف تقوم بذلك، سيتحدث بذلك في حلقة أخرى. طبعا كتاب بما شيلدن الذي أتكلم عنه يساعد في هذا الموضوع جدا. هناك تعافي مع الفراغ ووسائل الأمور على ما أفضل ما يكون، هناك تعافي مع الفراغ ومع وسائل الأمور على ما أفضل ما يكون، كما أن الصدمات تنكس أيضا سهولة الحياة والفراغ أيضا تنكس. هناك أشخاص يقول أنا غير عن الناس، أرسل رسالة، الناس تنتكس حينما يعني تمر بصدمات أو أوقات صعبة، أنا أنتكس حينما أفرح وتكون أوقاتي سهلة وفرحة ومسلية. هذا كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم. عند كثير من وإذا مسه الخير شنو؟ إذا أنعمنا على الإنسان عوضنا بجانبه، أنعمنا على الإنسان أعوضنا بجانبه، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول أن بعض المرات النعمة تجعل الإنسان ينأى عن ربه ويعوض، وكلا أن الإنسان اللي يطغى أو استغنى. إذا أعطيناه نعمة منا فرح، ما معنى الآيات أن فرح فرح، هناك آيات بينت أن الفرح قد يطغي الإنسان. طبعا ورد بآية أن كي تفرحوا لا تنسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم، أن قالوا أن يعني كما أن قال يعني الطبري أن يعني حتى بتفسير البدار توقع نقل عن الطبري أو ابن عباس قال أن هذه مشاعر إنسانية، لكن المقصد هو الفرح المطغي و الأسى اللي يعني اللي يكون مثل الاعتراض يراجع في مضاننا. لكن إخواني يعني الله سبحانه وتعالى لا يذكر شيء، طبعا كل ما في تفسير هذا صحيح، وكل ما أعوذ بالله أن أخرج عن كثرة التفاسير، لكن حتى لا نقول لا الفرح ما في شيء، لا الفرح فيه شيء، الفرح فيه شيء. أنا في السابق كانت تزعجني فكرة أن من يقول أن القرآن يدم الفرح وكذا، لا تفهم الفرح يختلف عن المشاعر الإيجابية، يختلف عن السعادة، يختلف عن كذا. حينما تكون مهيص وفرحان قد تكون غبي، تصبح غبي، تصبح في غفلة، تصبح في تكبر،
هذا ليس ما يسبب لك السعادة. الفرح لا يسبب لك السعادة. هناك أشخاص تجدهم يضحكون ويمرحون وكذا وهم داخل مكتئبون. فأنا أقصد يعني أن كن حذر عند الفرح وكن حذر عند الأسى. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فكن حذر حينما تصبح أيامك سهلة، كما أنك أنت تكون حذر عندما تكون مشاعرك سلبية، تكون هناك صدمة. عندما تكون أيامك سهلة ويكون هناك فراغ، تشعر أنه ليس مطلوب منك تفعل شيء، بشكل هذا بدعات لك أنك أنت تتكس. لماذا؟ لأن تقول هناك وقت فراغ، وإن انتكست لا توجد عليه مسؤوليات لكي يعني تكفل بها، ليس عليه هناك واي أمور، ليست هناك أمور، تكست لم تكست. لذلك كثير من أبناء يعني ميسوري الحال أو أبناء التجار أو أبناء أصحاب الثروات يقعون في المخدرات. لماذا؟ لأن وبعض الأشخاص قد يكون ليس من يعني من أبناء كذا، لكن هو يكون عادي يعني على مستوى متوسط من الحال، حينما يحصل فجأة على كثير من النقود يذهب ليحتفل بشكل محرم مبالغ فيه، يشرب ويزني وما ذلك، مع أنه كانت أموره طيبة، كان يعرف ربه يصلي كذا هذا، لكن حينما أتت الأموال يقول خلاص ليس مطلوب مني أني أركز، ليس مطلوب مني أن أعمل، ليس مطلوب مني أني كذا، قد يقع في إدمانات، قد يقع في جرائم. فهذين نمطين يجب الإنسان يراقب فيهم نفسه. اللي هو شنو فقرا مطقية ودنيا ملهية، الله أعلم، اكتبوا لي إياها. وأيضا ورد في الحديث ما قل ما معناه ما قل وكفى خير ما كثر وألهى. عموما المقصد يعني اللي هذا يقصده أن قد تكون حينما تكون أيامك صعبة، قد تكون أنت منشغل تريد أن تركز حتى تتخلص منها، أو حتى يعني حتى تتعامل مع هذه الصعوبات، تحتاج لعقلك، تحتاج لطاقتك، تحتاج أنك تنام، تحتاج أنك تعمل، تحتاج أنك تركز، تحتاج أنك تدعو الله، تحتاج أنك تتعامل مع الناس، تحتاج أن نفسيتك تكون مستقيمة. لكن حينما تكون أمورك سهلة وتكون فرح وكل أمورك ميسرة، قد تقول فالآن أرتاح، فلأسترخي، وما سيحدث سيحدث، لاحق على ذلك. وهذا ما يحدث بعض المرات في الإجازات وما إلى ذلك. وهناك أيضا تعافي على بأوقات الفراغ وتيسر الحال، وهناك تعافي على الانشغال، وتعافي على تكون بعض المرات يعني أقصد أن الشخص هو متعافي لأنه مشغول، فقط متعافي لأنه مشغول. هذا مستوى. مستوى ثاني أنه لا، هو مع أنه غير مشغول لكنه هو باقي على التعافي، وهذا أصعب. هناك نقطة أخرى لكن أوجهها إلى فيديو آخر. أتمنى أن يكون الفيديو الآخر عن مع أنه مادة صعبة، لكن ربما أعطيكم بعض الأشياء عنها، اللي هو أنك أنت كيف تواجه المشاعر السلبية بدون هرب إلى الإباحية، بدون تشتيت. فأتمنى تكونوا على خير، تأخذوا الأمور بروية، تفكروا قبل أن تقدموا على أي خطوة سلبية. ونراكم في فيديو قادم. أتمنى تكونوا على خير وأمور مفضية، وأن يوفقكم رب البرية في أمان الله.